أغلبنا نروح لمراكز التزيين النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية. في بعض الممارسات الخاطئة تحدث في هذه الأماكن وممكن تشكل خطر على صحتنا، مثل استخدام منتجات وخلطات مجهولة المصدر والمكونات أو استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها. استخدام المنتجات بطريقة خاطئة تختلف عن التعليمات الموصى بها من الشركة الصانعة. عدم تعقيم الأدوات والمنتجات متعددة الاستخدام بطريقة صحيحة سواء قبل أو بعد الاستخدام. من مخاطر هذه الممارسات الخاطئة انتقال الأمراض الفيروسية وانتقال الأمراض الجلدية المعدية. الحرص على استخدام الأدوات الشخصية أو استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وفي حال أني استخدمت منتجات متعددة الاستخدام أتأكد من نظافتها وتعقيمها. أبداً ما نستخدم منتجات مجهولة المصدر والمكونات. نلتزم بإجراء اختبارات الحساسية الخاصة ببعض المنتجات قبل استخدامها، مثل منتجات الصبغات ومنتجات فرد الشعر. نحرص على استخدام المنتجات المناسبة للأطفال وعدم استخدام المنتجات الخاصة بالكبار على الأطفال. وفي حال وجود أي عرض جانبي توقف عن استخدام المنتج، توجه للطبيب للاستشارة الطبية، ولا تنسى تبلغنا على نظام تيقن.